ولا فتحا نسائيا يضاف الى فتوحاتك، ولا رقما من الارقام يعبر في سجلاتك. متى تفهم؟ متى تفهم؟ ايا جملا من الصحراء لم يلجا، ومن ويا من ياكل الجدري منه الوجه والمعصم، باني لن اكون هنا رمادا في سيجارتك، وراسا بين الاف الرؤوس على مخداتك، وتمثالا تزيد عليه في حمى مزاداتك، ونهدا فوق مرمره تسجل شكل بصماتك. متى تفهم بانك لن تخدرني بجاهك او امارتك؟ وسقط اول شهيد محمد جبارين. محمد جبارين واحمد الزياح مع بعض. محمد جبارين. محمد جبارين كان مدعو محمد جبارين، بس كانت عليها بلد عمري. وظهر ان السلطه قتلت محمد جبارين وقتلت عمار. من الفحم سقطوا هناك من الفحم ولدت اسامي الشهداء احمد الصيام من معاويه، ورامي غره من جد، ومصلح ابو جراد من دير البلح. اربع شهداء منطقه النصر، منطقه الفحم. نيجي على منطقه النصر. سقط فيها الناصري اياد لباني وسام يزمن عمر عكابه. ثلاث شهداء من مدينه النصر. كفر كمل فيا محمد خميسي، كفر مندا سقط فيا رامز مشتاق، عرابي سقط من عرابي شهداء اثنين اسيل عاصلي وعلاء نصار، سخنين بلد الشهداء بلد يوم الارض سقط منها شهيدا وليد عبد المنعم ابو صالح وعماد فرج غنايم. الانتفاضة اللي صارت في سنة 2000 هي امتدت من 28 شهر من 19 شهر الأقصى ل 8 شهر. شهداء اثنين سقطوا في الناصر ل 8 شهر اللي هو وسام يزبك وعمر عكاوي. عمر عكاوي دفن 9 شهر لأنه ثاني يوم أعلنت وفاته. رحم الله شهداء. احنا حكينا أرقام وتواريخ وأحداث صارت اللي الأغلب منكم يمكن الجيل الكبير عايشها. الجيل الصغير كانوا أطفال. الحكاية أرقام حكيناها، بس احنا خلينا نعترف بحقيقة هي موجودة. الحدث وقع على عائلات فلسطينية بسيطة. كل عائلة فلسطينية وقع عندها حدث كبير وعائلة بسيطة. يعني تعامل مع هذا الوضع. يعني قلبت حياة عائلة شهيد من عائلة طبيعية فلسطينية بسيطة لعائلة بتفوت في مرحلة جديدة. وهذا اللي فتنا احنا. او خلينا نحكي، انا بحكي عن ابوي وامي. هذا اللي فات عبد المنعم ابو صالح ورقه. هذا اللي فات ابو راجي ابو ايهاب اللي كنا نمسك بديته نقدر نمشيه. هذا اللي فات عليها كل عائلات الشهداء، غالبيه عائلات الشهداء من جيل 60 فما فوق. تصغر باقي الكلمات واقولها مش كشعار، اقولها صدقا يعني. لانه قمه التضحيه وقمه العطاء هي الشهاده. فكل ما نعطيه وكل ما نقوم به فعلا يصبر امام تضحيات عائلات الشهداء. يعني كل من كل من في القاعه لا شك انه يعني فقد قريب او صديق، ولكن يبقى فقدان في حاله الشهاده له طعم خاص وله معنى خاص من التضحيه. وفي اعتقادي يعني قد يكون اهم ما يميز معنى الشهاده انها تدخل تاريخ شعب. ولا شك ان شهداء هبه القدس والاقصى رسموا تاريخ لهذا الشعب. ولو كنا بعد 15 سنه يعني نريد ان نكون في مكان اخر، كنا نريد ان نكون في مكان حكم القتلى وفي مكان نصب عليها المسؤوليه. ولكن للاسف يبدو ان ظروف اليوم بعد 15 سنه لا تبشر بالكثير من الانفراج، وهذا سيكون الموضوع الاول الذي اريد ان اتحدث عليه. اسمحوا لي ان ابلش في موضوع 15 سنه ما بعد اكتوبر في حالتنا اليوم.